الجائزة الكبرى لليوم هي شاشة 43 إنش سمارت مقدمة من طقس العرب. فالناس اللي بدها تشارك معي عشان تكون عارفة راح يكون في عندكم الجوائز اللي بتربحوها عن طريق الأسئلة، بالإضافة لفرصتك إذا كنت عم بتجاوب بسرعة إنه يفوت اسمك على البورد وتربح فوق كل الجوائز جائزة شاشة 43 إنش سمارت مقدمة من طقس العرب. وشباب السوشيال ميديا اللي عم بتتابعوني الآن تكونوا جاهزين. أول سؤال راح يكون لكم بهاي الحلقة: أحد العناصر الغذائية التالية يعتبر العنصر الأقل تواجداً في الحليب، هو الدهون، الحديد، الكوليسترول. وبلش التايمر على السوشيال ميديا يا شباب، كمان 10 ثواني لشباب السوشيال ميديا، معلش بيستاهلوا. فألف مبروك، تربح معنا فاوتشر بقيمة 150 دينار من رايز أب، وألف مبروك لك. من رايز أب كومبلكس، وهو من أكبر المجمعات الرياضية في الأردن، موجود في مجمع الحسين للأعمال. عندهم ملاعب تنس، عندهم ملاعب بدر، عندهم مسبح شبه أولمبي، عندهم قاعة حديد، وأيضا عندهم العديد العديد من الأنشطة، وعندهم قاعات بتخوف.